السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مقرر Advanced Project Management لطلاب الماجستير. وفي هذه المحاضرة الأخيرة يكون موضوعنا موضوع من نوع خاص، ونناقش فيه Foundations of Scientific Research، أساسيات ومبادئ البحث العلمي. هنتكلم اليوم عن المفاهيم الأساسية للبحث العلمي، ونناقش مكونات البحث وعناصره، وأهم المبادئ التي ينبغي أن نراعيها لكي يكون لدينا بحث علمي رصين إن شاء الله. في البداية نلقي نظرة على المفاهيم الأساسية للبحث العلمي، حيث أصبح البحث العلمي هو السمة البارزة للعصر الحديث. لا يوجد دولة متقدمة أو متطورة إلا وقد بنيت حضارتها وتطورها وتقدمها على البحث العلمي بشكل أو بآخر. لأن البحث العلمي له أهمية كبيرة جدا في تطور المعرفة البشرية وتقدم العلوم في مختلف المجالات. لا يخفى على حضراتكم إن البحث العلمي مهم في كل المجالات لحل جميع المشاكل الاقتصادية والصحية ومشاكل التعليم وحتى الأمور السياسية وغيرها. وأدركت الدول المتقدمة إنه لا شك إن البحث العلمي هو الطريق المناسب، هو الطريق الأمثل للتقدم. وبالتالي عندما كان هناك اهتمام بالبحث العلمي تقدمت تلك الشعوب وحلت الكثير من مشاكلها. البحث العلمي ليه أهمية كبيرة جدا. أولا بيساعد على زيادة المعرفة، بيساهم في زيادة المعرفة العامة، وبيخلي كل واحد مننا يفهم العالم من حوله، بيتيح فهم أساسيات الظواهر اللي بتحصل حوالينا. البحث العلمي بيحل المشكلات، بيساعدنا إن احنا نحل مشكلاتنا ونواجه التحديات اللي بنقابلها في عالمنا اليوم، سواء على مستوانا احنا كأفراد أو كمؤسسات أو كدول، من خلال طبعا الدراسة والتجارب والتحليل. بيقدر الباحث إنه يوجد حلول مبتكرة وتوصيات لمواجهة المشاكل المعقدة. برضو البحث العلمي هو السبب في التطور التكنولوجي، هو السبب في الابتكارات الحديثة اللي سهلت حياة الإنسان يا جماعة. يعني احنا لو ما عندناش بحث علمي كان زمان الناس بيعيشوا الحياة البدائية القديمة بتاعت زمان. البحث العلمي هو السبب في التطور التكنولوجي من خلال الاكتشافات والاختراعات الجديدة اللي بتظهر لنا أدوات نقدر إن احنا نستخدمها في تحسين حياتنا وتطويرها إلى الأفضل. نقدر نقول إن البحث العلمي في عبارة بسيطة كده هو محاولة للبحث عن إجابات لأسئلة طارئة. وزي ما قلنا إن هو السبب في التطور التكنولوجي، بنقول هو السبب في تطور المجتمعات، لأنه بيساعد على تطور المجتمعات وتحسين جودة حياتها في كافة القطاعات، صحية وبيئية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وبالتالي برضو بيسهم في تحقيق التقدم والاستدامة. وزي ما انتم شايفين في التساؤل اللي قدامكم البسيط كده، تخيل لو استمرت أساليب زراعة القمح وصناعة الخبز
كما تعلمها الإنسان لأول مرة. لو بنشتغل بالطريقة البدائية اللي على اليسار دي، وبعد كده الطريقة الأكثر تطورا، ثم باستخدام الآلات والأساليب الحديثة. أكيد الأفضل هو النتيجة التي وصل إليها العلم مؤخرا. يبقى فعلا العلم بيساهم في تطور المجتمعات. البحث العلمي بيلعب دور كبير جدا في التعليم والتعلم، لأنه بيوفر مصدر للمعرفة والمواد التعليمية، وبيشجع الطلاب والباحثين على تطوير مهاراتهم التحليلية وما إلى ذلك. وبالتالي بنقول إيه باختصار، البحث العلمي بيلعب دور حيوي في تطوير المعرفة والتقدم البشري، وبيساهم في حل المشكلات وتحسين الحياة في مختلف المجالات. الإنسان بيطبق البحث العلمي في جميع جوانب حياته دون أن يشعر. على سبيل المثال، اختيار أي فرد لطبيعة عمله بيتطلب منه استخدام طرق البحث العلمي، زي إنه مثلا يحدد ميوله وقدراته، يحلل المهارات اللازمة لأداء عمله. المزارع لما بيتجه لزراعة الأرض فبيستخدم البحث في إنه يحدد طبيعة الأرض، رملية أم طينية، إيه المحاصيل المناسبة اللي هتكون أكثر إثمارا في هذا النوع أو في هذه التربة، إيه التوقيت المناسب للري وما إلى ذلك. وبالتالي بنقول فإن دراسة البحث العلمي بتزودنا بالأساليب العلمية الضرورية لتحسين أساليب حياتنا وتحسين أساليب أعمالنا وتطوير أنفسنا. فالإنسان لو بيمارس البحث في حياته اليومية، تطوير مناهج البحث وتعلمه لمناهج وأسس البحث تجعل من الطرق التي يستخدمها في حياته اليومية أكثر فعالية. طيب، قبل ما نتكلم عن البحث العلمي، خلينا كده نشوف بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبحث العلمي. في البداية، هناك فرق بين العلم والمعرفة. العلم والمعرفة مصطلحان يستخدمان للدلالة على مفاهيم مختلفة، ولكن بنقول إنه في بعض الأحيان بيستخدموا بشكل متبادل، يعني بعض الناس ما بيفرقوش بين العلم والمعرفة، لكن الحقيقة اجتمع العلماء على أن هناك فرق بين العلم والمعرفة. طيب، الفرق الأساسي بين العلم والمعرفة أن العلم هو نظام من المعارف المنظمة والمستندة إلى أدلة وتجارب علمية، حيث يشمل العلم استخدام طرق علمية لاكتساب المعرفة وفهم الظواهر الطبيعية. أما المعرفة فهي المعلومات اللي بيكتسبها الإنسان عن طريق التجربة، الدراسة، الاستنتاج أو الخبرة. أحياناً كمان بيقولوا إن العلم بيشير أو بيهدف إلى فهم العالم من حولنا وتفسيره، وتفسير الظواهر والعمليات الطبيعية والاجتماعية والفيزيائية وغيرها. وهو بيعتمد بشكل أساسي على تجميع وتحليل البيانات والمعلومات الموثوقة والمنطقية، وتطبيق النظرية والأدلة للوصول إلى استنتاجات قابلة للتفسير والتكرار. المعرفة بقى احنا قلنا هي مفاهيم وأفكار ومعلومات اكتسبها الإنسان عن طريق التجربة والدراسة والاستنتاج والخبرة والتفاعل مع البيئة.
وبتشمل المعلومات العامة، التجربة الشخصية، المهارات، المفاهيم الفردية اللي بيحملها شخص معين في ذهنه. يجب أن تكون المعرفة مستندة إلى الخبرة الشخصية، والمعلومات الغير علمية اللي هي لسه ما يعني ما عملناش تجارب عليها وما توصلناش إلى أدلة تدل عليها. وباختصار كده يمكن اعتبار العلم جزء من المعرفة، لأنه بيعتمد على المنهج العلمي والتحقيق الدقيق والأدلة الموثوقة. يبقى الإنسان جزء من معرفته، محقق ومدروس يعتبر علم، وجزء آخر اكتسبه من مهارته ومن خبرته ومن حياته اليومية ومن اختلاطه بالآخرين وما إلى ذلك. إيه علاقة العلم بالبحث بقى؟ البحث، إحنا قلنا العلم عشان يكون علم لازم يستند إلى أدلة وتجارب علمية. البحث هو التوصل إلى الحقائق واكتشاف القواعد والقوانين التي تفسر سلوك الظواهر. وبالتالي البحث هو أداة العلم في الوصول إلى الحقائق. إذن أنا لو عندي معرفة من نوع ما، والمعرفة دي عايز أؤكد عليها وأتحقق منها، فأنا أجري البحث عليها علشان أحولها من خلال الأدلة والتجارب العلمية إلى حقائق واضحة وعلم واضح. ومن هنا بقى بنستنتج تعريف البحث العلمي، وبنقول أن البحث العلمي طبعا له العديد من التعريفات، لكن نقدر نلخص التعريفات دي بأن هو عملية منظمة تهدف للتوصل لحلول لمشكلات محددة أو الإجابة عن تساؤلات معينة باستخدام أساليب علمية محددة. تاني، إذا البحث العلمي هو يكون عندنا عملية منظمة تهدف للتوصل لحلول مشكلات محددة أو الإجابة عن تساؤلات معينة باستخدام أساليب علمية. الباحث بيقوم بالبحث بغرض حاجة من اتنين، إما اكتشاف معلومات أو علاقات جديدة، أو تطوير أو تصحيح المعلومات الموجودة فعليا. يبقى أنا عايز أكتشف علاقات جديدة أو معلومات جديدة خفية عني، أو عندي معلومة معينة عايز أطورها أو عايز أصححها من خلال البحث. طب إيه هي دوافع الإنسان إلى البحث؟ إيه اللي يخليني أعمل بحث؟ دوافع البحث العلمي يا جماعة بتنقسم إلى نوعين، وركزوا معايا فيها قوي عشان هننتقل بقى من الدوافع دي للنقاط التالية. دوافع البحث العلمي بتنقسم إلى دوافع ذاتية، النوع الأول هو الدوافع الذاتية، والدوافع الذاتية دي هي الدوافع النابعة من الإنسان نفسه. ومن أمثلة الدوافع الذاتية، أنا مثلا بعمل بحث عشان عندي حب للمعرفة. بيمتاز بعض الناس إن هم عندهم ميل طبيعي أو حب طبيعي للبحث والتنقيب عن المعارف والحقائق والتوصل إليها. النقطة الثانية، من دوافع البحث العلمي الحصول على درجة علمية معينة. قد يكون الدافع للبحث العلمي التسجيل في أحد الجامعات والحصول على درجة علمية، بحث تخرج، دبلوم، ماجستير، دكتوراه، وده الدافع لمعظم الأشخاص اللي بيسمعوني دلوقتي. فحضراتكم ملتحقين علشان تحصلوا على درجة الماجستير مثلا، يبقى الدافع عندك هو الحصول على درجة علمية. طيب هل ممكن يكون عندي أكتر من دافع من دول؟ أيوة، ممكن أكون أنا بحب المعرفة وعايز أترقى في شغلي وعايز أحصل على درجة علمية وعايز أكون أكثر مهارة، مفيش مانع.
برضو من ضمن الدوافع الذاتية الحصول على جوائز. بعض الحكومات أو الهيئات أو المؤسسات بترصد جوائز ومكافآت لمن يقوم ببحث في مجال معين لحل مشكلات معينة أو الارتقاء بالمستوى أو الإضافة لإحدى مجالات المعرفة. قد يكون الهدف من البحث العلمي الحصول على ترقية، بعض الوظائف بتشترط للارتقاء فيها الحصول على أو إجراء أبحاث علمية زي ترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات مثلا. قد يكون هدفك من البحث العلمي الرغبة في تحقيق فكرة معينة أو عدم الرضا بفكرة معينة، أنت شايف حاجة مقتنع بيها أو مش مقتنع بيها ورأيك مخالف للجميع من حولك وعايز تثبت ده، وبالتالي يعني عشان تثبت رأيك وإن أنت صح بتقول أنا هعمل تجربة علمية أو هعمل بحث علمي في هذا الموضوع أو عشان أتأكد إن رأيي خطأ. دي كلها بنقول عليها دوافع ذاتية للبحث العلمي. النوع الثاني من الدوافع هي الدوافع الموضوعية. الدوافع الموضوعية حضرتك مش عامل البحث ده بمزاجك أو عشان رغبة شخصية، لا ده هناك سبب ملح إنك تجري هذا البحث. زي إيه؟ زي وجود مشاكل اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو صحية، فأنت بتقوم بالبحث ده لحل تلك المشاكل سواء على مستوى مؤسسة معينة أو أنت فرد من أفراد فريق بحثي أو على مستوى دولة ما. ظهور حاجات جديدة، أنت بتشتغل مثلا في قسم أو في إدارة التسويق في أحد المؤسسات وبترغب في دراسة حاجات العملاء أو المستهلكين بشكل مستمر عشان تقدر تلبي تلك الحاجات. طبعا بيترتب على التقدم التكنولوجي المستمر من حوالينا وارتقاء حياة الأفراد، كل شوية الناس حاجتهم بتتغير، فبيترتب على ده مطالب جديدة. العلماء بيبحثوا بقى عشان يستغلوا التكنولوجيا في تطوير منتجات تشبع حاجات الأفراد. الرغبة في تحسين الإنتاج ممكن يكون دافع للبحث، التوصل لأساليب جديدة من شأنها زيادة الإنتاج كما وكيفا. الرغبة في إيجاد بدائل لبعض الموارد ممكن بيقول لي ده يعني ممكن ندرة وقلة كميات بعض الموارد تخلي الباحثين يقعدوا يدوروا عشان يوجدوا بدائل للموارد اللي موجودة اللي هي شحيحة أو قليلة أو تكلفتها مرتفعة. الرغبة في السيطرة على بعض الظواهر بحيث إن احنا بيظهر لدينا بعض الظواهر الطبيعية والبشرية ليها آثار سلبية مثلا، فبنحاول إن احنا نسيطر عليها من خلال البحث العلمي، ظهور فيروسات، ظهور أمراض وما إلى ذلك. فكل دي دوافع لإجراء البحوث العلمية. كل الدوافع دي بتؤدي إلى بحوث، والبحوث تقريبا منهجها العلمي واحد. لو احنا بنركز على الحالة الخاصة بينا هنا وإن احنا نرغب في الحصول على درجة علمية معينة فاحنا هنكمل على هذا الأساس. طبعا أنا حابب أنوه أن البحث العلمي له مناهج ومدارس متنوعة ومختلفة، واللي هقوله لحضراتكم هو الرأي الأغلب أو المتفق عليه، وقد يكون هناك آراء أخرى لا نستطيع أن نقول أن هذا الرأي صحيح وأن هذا الرأي خاطئ.
مدارس والمناهج مختلفة ومتنوعة. طيب لو أنا عايز أعمل بحث علمي سليم، إحنا دلوقتي بنتكلم عن حالة طالب في مرحلة الماجستير أو باحث في مرحلة الماجستير وعايز يعمل بحث للحصول على درجة علمية، إيه هي مقومات هذا البحث؟ تعالوا نشوف أهم المقومات الأساسية للبحث العلمي. أول مقوم من المقومات دي هو الموضوعية. حضرتك لما تعمل بحث لازم تكون غير متحيز لفكرة مسبقة أو نتيجة مسبقة لهذا البحث. لازم الباحث يتصف بالحياد وبالتجرد، وألا يكون متحيزا لنتيجة محددة، وأن يترك البحث يسير بشكل طبيعي دون التدخل في أي مرحلة من مراحله، سواء في جمع المعلومات، ممكن وأنت بتجمع المعلومات الخاصة بالبحث مثلا تروح تجمع المعلومات دي من مصادر معينة لها نفس فكرتك عشان تثبت إن كلامك صحيح. مثلا ممكن وأنت بتجمع المعلومات تسأل الناس بطريقة أو تصيغ الأسئلة بتاعتك بطريقة توحي بإجابات معينة، توجه المستقصى منهم لإجابات معينة. يعني مثلا تيجي تقول لواحد إيه الناس اللي أنت بتدرس مثلا حالة منتج معين، فتروح تقول له المنتج ده ما بيشتريهوش غير خيرة القوم، يعني اللي بيشتروا المنتج ده وبيستهلكوه أفضل ناس موجودين وصفاتهم كذا وكذا وكذا. أنت إيه رأيك، المنتج ده ممكن تشتريه ولا مش ممكن تشتريه؟ طب ما أنت كده بتوجهه لأنه هو يقول لك آه هشتريه إن شاء الله، أو أنا بشتري المنتج ده فعليا، عشان يحط نفسه في وضع اجتماعي معين هو عايز يكون موجود فيه. تمام؟ فممكن يتدخل في جمع المعلومات، ممكن تتدخل في تحليل المعلومات، البحث بتاعك يديك نتائج معينة تعدل في النتائج دي، لأن أنت مالكش رغبة للنتائج دي. يبقى لازم تكون موضوعي، لما يتم إجراء بحث معين أنت مالكش دعوة بهذا الموضوع. تمام؟ يسيب البحث يمشي ونتائجه تطلع بالطريقة وبالشكل الطبيعي. الشيء الثاني أو المقوم الثاني التعميم generalization. يعني إيه؟ المفروض إن أنت لما بتعمل بحث، البحث ده نتائجه تصلح للتعميم، إنها تعمم. طبيعي جدا معظم الأبحاث الميدانية أو التطبيقية لما بنيجي نعملها بناخد عينة ممثلة للمجتمع اللي هتطبق فيه. العينة دي لازم نختارها بحرص شديد، ونختارها تكون ممثلة بشكل فعلي لكل مفردات المجتمع. يعني أنا مثلا بعمل عينة على المستهلكين، والمستهلكين دول معروف مثلا ممكن يكون منهم رجال ونساء وأطفال وكبار وكذا وكذا وكذا. لازم العينة تكون ممثلة لكل الفئات علشان النتيجة اللي تطلع تصلح للتطبيق بعد ذلك، لأنه إذا كانت العينة تمثل المجتمع بشكل صحيح خلاص يبقى كده النتيجة والتوصية اللي هتطلع بيها من بحثك تصلح للتعميم. القابلية للإثبات. ينبغي أن يكون البحث قابلا للإثبات في كل الأوقات، وعملية تقديم البرهان ترتبط بمصداقية البحث والدقة في نتائجه، بالإضافة إلى تكرار النتائج نفسها إذا ما أعيدت التجربة في نفس الظروف. قابلية البحث للإثبات معناها إنك لو أجريت البحث زي ما قلنا بموضوعية وبدون تدخل
النتائج بتاعته تصلح للتطبيق، ولو انت كررت البحث مرة تانية يعطيك نفس النتائج، وده معناه ان انت اجريت البحث في الظروف الطبيعية، يعني تم اجراء البحث في ظروف طبيعية خاصة بالموضوع المبحوث، مش ظروف استثنائية. انت دايما لو جيت مثلا تدرس مثلا فعالية بعض الحملات الترويجية الإلكترونية في وقت كورونا، وقت كورونا ده كان وقت استثنائي حصل فيه حاجات غريبة ما كناش نتوقعها، فممكن الحملات الترويجية الإلكترونية في الوقت ده فعاليتها كانت عالية، مش بسبب مثلا الحملات نفسها أو بسبب جودة الحملات الترويجية نفسها، ولكن السبب مثلا انه ده كان ظرف استثنائي، وكده كده الناس بتتعامل اونلاين ومحدش بيشتري بالطريقة التقليدية، وده ادى لزيادة المبيعات. فلما تعمل البحث في الظروف دي هيديك نتائج مختلفة عن ما ان تم اجراؤه في ظروف طبيعية، ده طبيعي جدا. ايضا من مقومات البحث العلمي، ودي حاجة لازم نهتم بيها جدا جدا جدا، لازم يكون في ethics، الأمانة العلمية. لازم نتجنب ما يعتبر سرقة علمية، وركزوا في الجزئية دي وانتوا شغالين في أبحاثكم، لأن في بعض النقاط بتعدي علينا وبنعتقد إنها مش، لا ده عادي يعني حاجة عادية الناس كلها بتعملها، لكن هي في الحقيقة سرقة علمية أو عدم أمانة. أولا طبعا أهم حاجة ذكر أفكار الغير دون الاعتراف بحق الشخص صاحب الأفكار أو الرأي. إنك تاخد حاجة من بحث، نتيجة أو تعليق أو جزء حتى نظري، دون أن تذكر الشخص صاحب هذا الفكر أو الرأي أو التجربة أو المقولة، فده يعتبر سرقة علمية. الحاجة التانية التوثيق المضلل الذي لا يوضح اسم المؤلف أو اسم الكتاب، مكان النشر، اسم الناشر، سنة النشر، رقم الصفحة. يعني ماشي انت اعترفت ان الكلام ده مش كلامك وحطيت مرجع، في ناس بتحط مرجع مبتور، يعني ايه؟ يعني يضع مرجع غير مكتمل، يبقى في برضه حاجة غلط هنا، كده هو في حاجة غلط، ممكن اصلا ما يكونش واخد من المرجع ده، ممكن ما يكونش شافه وبالتالي ما يعرفش اصلا المؤلف مين ولا سنة النشر مين. فلما يكون في توثيق لمرجع لازم يكون التوثيق كامل. بتر النصوص او الافكار، بتر النصوص او الافكار معناها ان حضرتك تاخد بعض الافكار أو بعض النصوص من الآخرين مع حذف أجزاء منها لإثبات رأي معين أو نفي رأي آخر أو تضليل القارئ أو إظهار وجهة نظرك، فتقوم ببتر النص لكي لا توضح الفكرة كاملة. برضو من أشكال عدم الأمانة العلمية الاعتماد على مجموعة معينة من المؤلفين لديهم ميول أو توجهات معينة. يعني مطلوب منك مثلا تعمل literature review أو تراجع أدبيات الدراسة فيما يتعلق بمتغير معين، فحضرتك تروح تقرأ وتراجع بعض الأدبيات وتشوف إيه هي الأدبيات اللي متوافقة مع هواك أو رأيك الشخصي، والأبحاث اللي أثبتت النقطة اللي انت عايز تثبتها، وتقوم ايه تعتمد عليها هي فقط دون الاعتماد على الرأي الآخر، وطبعا ده خطأ كبير جدا. الاعتماد على مراجع قديمة او مقالات تحت ظروف الحرب، او الاعتماد على تصريحات حزبية او مقالات في الجرائد للاستهلاك المحلي، لان دي كلها حاجات ما ينفعش اصلا إنها يعتمد عليها لأنها غير علمية. ذكر مراجع في قائمة المراجع لما يتم استخدامها في البحث. في أبحاث تيجي تقرأها
تلاقي الراجل حاطط في البحث بتاعه مثلا 100 مرجع، 200 مرجع عربي وأجنبي، وهو أصلا ما استخدمش 10 منهم، بس هو حطوهم عشان يثبت يعني إن هو قرأ وبحث وراجع الأدبيات وهكذا. فكل دي عناصر من أو أشكال من الأمانة، عدم الأمانة العلمية أو السرقة العلمية، لازم إن إحنا نتجنبها. المقوم الخامس من مقومات البحث العلمي الضبط اللغوي وضبط الشكل والقواعد اللغوية المتعلقة بالبحث. أن يكون الشكل العام للصفحات نمطي من حيث المسافات، العنوان أو الصفحة في كل فصل أو باب، الهوامش، ترقيم الجداول، الأشكال، ترتيب الصفحات. طبعا العناصر الشكلية عادة بالنسبة للمؤسسات البحثية وللجامعات والكليات بتكون كل مؤسسة لها قواعد من حيث الضبط الشكلي للبحث. فبالنسبة لحضراتكم الباحثين الراغبين في الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، بتحدد لكم الجامعة أو الكلية بعض المعايير الشكلية اللازم الانضباط أو الالتزام بها عند إجراء البحث، من حيث شكل الصفحات والهوامش وحجم الخط وما إلى ذلك. أيضا لابد من الدقة في اختيار الألفاظ، كل لفظ أو كل مصطلح بيكون له مرادف معين، وأحيانا بعض الألفاظ أو المصطلحات تفهم بطريقة مختلفة، ولا بد من مراعاة الدقة عند صياغتها في الأبحاث. نراعي أن يكون هناك تناسب في حجم الأبواب والفصول والمباحث عند كتابة البحث، يعني ما ينفعش مثلا يكون عندي فصل 100 صفحة والفصل الثاني مثلا 30 صفحة. عدم استخدام الضمائر الشخصية بكثرة، يعني يفضل أن الباحث ما يتكلمش عن نفسه كتير، أنا، نحن، ذكرنا، عملنا، وافقنا، يعني في المقدمة في الشكر ممكن. لما بيحب الباحث إن هو يعلق على حاجة أو يقول رأيه الشخصي، بيقول يرى الباحث كذا، يشير الباحث إلى كذا. أن يكون هناك تناسب في حجم الأبواب والفصول والمباحث. أيضا عدم استخدام الضمائر الشخصية زي ما قلنا، وعدم وجود أخطاء لغوية. عادة في معظم الرسائل بيتم إخضاعها للتدقيق اللغوي. بالنسبة للرسائل باللغة الإنجليزية في برامج كتير جدا، والنهاردة في برامج بتعمل بالذكاء الاصطناعي وتقوم بعملية التدقيق اللغوي. الرسائل باللغة العربية يكون هناك مدقق لغوي يقوم بمراجعتها، وأعتقد إن في برامج تدقيق لغوي أيضا لكن ليست بالدقة الكافية، يعني جاري تطويرها حاليا والعمل عليها. طيب دي بالنسبة لأهم المقومات الأساسية في البحث العلمي. ممكن أنت تقرأ كتاب أو تعمل سيرش تلاقي يعني العديد من المقومات الأخرى، ولكن هذه هي المقومات الأساسية التي لا بد أن نراعيها. طبعا لما نيجي نبص على العناصر الأساسية في البحث، فإحنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم ضبط الشكل ده بتحدده المؤسسة أو الكلية أو الجامعة أو بيحدده المشرف
اللي بيشرف على البحث أو مشارك معاك في البحث. لكن بشكل عام عادة الفصل الأول من البحث بيتكون من الإطار العام للدراسة، والفصل الثاني والثالث بيكونوا الإطار النظري. الإطار النظري ده بينقسم لفصل الدراسات السابقة والتعليق عليها، وفصل بيناقش الموضوع نظريا، ثم الفصل الرابع اللي هو الإطار الميداني بيحتوي على الدراسة الميدانية التي قام بإجرائها الباحث، وأحيانا بيكون النتائج والتوصيات في نفس الفصل، أو بيتم وضع فصل خامس بيحتوي على النتائج والتوصيات. العناصر الأساسية بالتفصيل تعالوا نناقش أهمها مع بعض. طبعا المحاضرة دي محاضرة مكثفة وصعب جدا ان احنا نناقش كل العناصر بالتفصيل الممل، ولكن ان شاء الله هغطي اهم تلك العناصر. اهم حاجة بالنسبة لنا اختيار موضوع البحث، العنوان، المقدمة، المشكلة وصياغتها، الدراسات السابقة والفروض. دي اهم العناصر اللي بتكون موجودة معانا، ولو اشتغلناها صح باقي البحث هيمشي بطريقة سليمة ان شاء الله. في البداية تعالوا نتكلم عن اختيار موضوع البحث. في قاعدة كده بتقول: من أحسن البداية فقد أحسن النهاية. اختيار موضوع البحث من أهم الحاجات اللي بتكون بتشغل بال الباحثين، وخصوصا لما يقرب بقى يكون مثلا أنهى فترة الدراسة أو التمهيدي واقترب مرحلة التسجيل الخاصة بالمشروع البحثي أو بالرسالة اللي هيشتغل عليها. أختار موضوع البحث إزاي؟ دي أدق وأهم مرحلة، لأن أنت لو اخترت موضوع البحث غلط مش هتقدر تكمله. يعتبر اختيار موضوع البحث هو الخطوة الأولى على الطريق الطويل لإعداد البحث، والاختيار الجيد هو العامل المهم لنجاح أي عمل يقدم عليه الإنسان. وبالتالي فاختيار موضوع البحث هو أمر مهم، لأن الباحث سيتعامل معه طوال فترة بحثه. من المشاكل اللي بشوفها في الواقع العملي إن بيجي باحث يختار موضوع بحثه ويقدم عنوان ويسجل ويختفي. اختفي بقى شهرين، ثلاثة، أربعة، سنة، اتنين. أنت فين؟ والله أنا مش قادر أجمع حاجة عن الموضوع ده، مش قادر أشوف دراسات، مش لاقي دراسات سابقة، مش قادر أحط إطار نظري، شايف إن الموضوع ده يعني مش حاسس إن أنا مهتم بيه، شغفي مش رايح ناحية الموضوع. أو يقول لي أنا مش قادر أجيب بيانات من الجهات اللي بطبق عليها البحث. فدي مشكلة. طب أنت اخترت الموضوع ده من البداية ليه؟ طالما أنت مش قادر تتعامل معاه. وبالتالي بنقول في شوية تساؤلات كده لما تيجي تختار موضوع البحث. لازم تطرح التساؤلات دي على نفسك. أولا، هل الموضوع ده أنا حابه وميال لي؟ هل الموضوع مشوق بالنسبة لي بحيث إن أنا أبدأ فيه وهكمل نظرا للطاقة اللي بيديها لي الموضوع؟ هل أنا عندي طاقة وعندي حافز وإمكانية إن أنا أقوم بهذا البحث؟ هل يمكن إنجاز موضوع البحث في المدة المحددة؟ أنا ممكن برضو أختار موضوع بحث قوي وعندي شغف فيه وكل حاجة، بس إعداده سيستغرق وقت طويل جداً يمتد لسنوات مثلا، وانا عايز احصل على الدرجة خلال فترة معينة، مش عايز اطول. هل الموضوع فعلا الاضافة اللي هيضيفها في النهاية تستحق ما سيبذل فيه من وقت وجهد؟ هل لازم اطرح على نفسي التساؤلات دي كلها؟ هل الموضوع
داخل في إطار مثلا مجالي أو تخصصي؟ هل هقدر أجمع بيانات عن هذا الموضوع من الجهات المعنية بدون مشاكل؟ لو كانت الإجابة على هذه التساؤلات بالإيجاب، فده معناه إن أنا إن شاء الله هكون قادر على إجراء هذا البحث. لو الإجابة بالنفي أو أنت مش متأكد، بلاش تدخل في الموضوع ده علشان هتصاب بالإحباط. بتقابل ناس كتير جدا يقول لك أنا والله بدأت في الماجستير، خلصت التمهيدي وخلصت سنوات الدراسة للمقررات وجبت امتياز مع مرتبة الشرف، يعني كنت ممتاز جدا، لكن لما بدأت في البحث أو في موضوعي نفسه وقفت. هو بسبب عنصر من عناصر اللي احنا قلناها دي، ما قدرش ان هو يكمل او يواصل. لما تيجي تختار موضوع البحث، لازم زي ما قلنا يكون الموضوع مجال اهتمامك، لازم تشعر بانفعال او يعني عاطفة معينة او دافع معين لإجراء هذا البحث. ليه؟ لأن طبعا البحث هيحتاج منك مجهود، فبدون الاهتمام وبدون الدافع مش هيكون عندك قابلية للاستمرار ولا مواجهة الصعوبات. يعني أول ما يواجهك صعوبات هتقف، هتقول لا خلاص أنا كده مش مكمل. برضو لازم يكون عندك دافع علشان يبقى عندك قدرة على التفكير العميق والإصرار العلمي لمعرفة حقيقة الأمور، وإلا الموضوع بتاعك هيبقى سطحي، يا إما مش هتعمله أصلا، يا إما إن اللي أنت هتتوصل ليه هيكون نتائج سطحية. برضو الدافع ده والاهتمام الموضوع بيخليك تقدر ان انت تبرز شيء جديد لم يسبق الكتابة فيه، او ان انت تتم شيء ناقص، او تجمع اشياء متفرقة بتحتاج مجهود. علشان تعمل حاجة في البحث بتاعك لازم يكون عندك دافع، ولازم يكون عندك انفعال واهتمام بموضوع البحث. انما لو انا مفيش حاجة في دماغي واخترت اي موضوع كده وخلاص، مش هقدم حاجة جديدة فيما يتعلق بموضوع البحث. طيب، تاني حاجة برضو متعلقة بموضوع البحث، إن الموضوع يكون جديد ومحدد تحديدا واضحا. ركزوا معايا قوي في العنصر ده، لأن للأسف بيبقى في عناوين وناس بتسجل بيها، ممكن الأمر يعني بيعدي على لجنة التسجيل أو بيسجلوا له عنوان على اساس ان هو ممكن يكون محدده تحديد دقيق بعد كده في الليميتيشنز او في حدود الدراسه. بيجي واحد يسجل في موضوع قديم، بيترد عليه دايما انه الموضوع ده قتل بحثا. انت جاي بتقول حاجه خلاص الناس اثبتتها ورجعتها وما عادش فيها كلام جديد يتقال، فده مش كويس ابدا. حاول يكون موضوعك جديد مش قديم، وحاول ان يكون محدد تحديدا واضحا. يعني ايه تحديدا واضحا؟ تختار نقطة معينة تبحث عنها، والنقطة دي تكون نقطة محددة وعايز تدرسها وتوصل من خلالها النتائج. لان انت بتعمل بحث مش كتاب. لو انت بتكتب كتاب ماشي، ادخل في موضوعات مختلفة وربطها ببعضها، مش عارف. انت هنا بتجري بحث معين، كل بحث لازم في نقطة بحثية معينة تتوصل اليها. طيب، عشان احدد تحديد واضح ودقيق زي ما قلنا، لان ده هينعكس على العنوان اللي هقوله على البحث. مثلا لو انا جيت اقول ايه أثر أو دور التدريب وخلاص كده، دور التدريب مثلا في نجاح المشروعات، إيه ده؟ يعني إيه التدريب؟ كده الموضوع عام. لكن لو قلت مثلا أثر
أو دور تدريب مديري المشاريع. يبقى أنا هنا إيه؟ الموضوع بتاعي بقى أقل عمومية، خدوا بالكم. بدل ما قلت التدريب قلت تدريب مدير المشاريع، حددت نوعاً ما. طيب، لو قلت تدريب مديري المشاريع الصناعية في المملكة العربية السعودية، برضو هنا الموضوع إيه؟ أنا حددت المدير المشاريع، لكن مجال التطبيق بتاعي المشاريع الصناعية في السعودية برضو موضوع عام شوية، أي مشاريع صناعية. لكن ممكن أقول تدريب مدير المشاريع في قطاع البترول بالمملكة العربية السعودية. يبقى أنا هنا حددت مدير المشاريع اللي بيشتغلوا في المشاريع المتعلقة بقطاع البترول في المملكة العربية السعودية. يبقى الموضوع هنا أكثر إيه تحديدا. أنا وريتكم أمثلة على موضوعات عامة وموضوعات أكثر تحديدا. كل ما تحدد الموضوع اللي أنت هتتكلم عنه كل ما هتكون دقيق وهتوصل لنتائج أفضل. رقم ثلاثة، أن تكون البيانات والمراجع اللازمة متاحة وكافية وتتناسب مع الإمكانيات. ما تجيش تختار موضوع وتيجي بعد كده تقول لي أصلا مش قادر أجيب بيانات عنه. من الأول لازم أتأكد إن في بيانات أو في مصادر للبيانات دي. بتعامل مع مشكلة معينة، المشكلة دي محتاجة بيانات من جهاز معين أو وزارة أو قطاع معين. لازم أتأكد إن هعرف أتعامل مع هذا القطاع أو هذه الوزارة. يبقى أن تكون البيانات والمراجع اللازمة متاحة وكافية وتتناسب مع الإمكانيات المتاحة. تتناسب مع الإمكانيات يعني إيه؟ يعني ممكن أكون عارف إن في بيانات، بس البيانات دي عشان أجيبها مضطر إن أنا ألف المملكة كلها أو ألف دولة كاملة واروح اماكن معينه، والموضوع يستغرق مني وقت وجهد ومال، وانا مش متاح ليا حاجه من دول. رابع حاجه طبعا من شروط اكيد، يعني من الشروط الاساسيه، ان يكون الباحث لديه القدره على البحث، يعني عارف يعني ايه بحث علمي ودرسه ومتعلمه كويس جدا. يبقى الدقه والوضوح، الموضوع يكون محدد دقيق واضح، انه يكون جديد حديث، انه لما تيجي تصيغ عنوانه يكون محدود وضيق، نقطة محددة علشان ما تتوهش، نافع للعلم والمجتمع، يتوافر عنه مصادر ومراجع تقدر ان انت ترجع لها. طيب، ده بالنسبة لموضوع البحث، علشان لما تيجوا تختاروا الموضوع تختاروه صح من البداية. نيجي بعد كده بقى ايه؟ طيب احنا بدأنا نكتب في البحث، فعندنا صفحة الغلاف اللي فيها العنوان. الضبط الشكلي لصفحة الغلاف اللي فيها العنوان زي ما قلت لكم البداية خالص، ده بيرجع للكلية أو للجامعة، هما بيحددوا لك المطلوب، ولكن عادة يعني الشكل اللي قدامكم ده بيكون فوق هنا كده مكتوب اسم الجامعة أو المعهد العلمي أو الكلية، عنوان البحث كامل بيتكتب في نص الصفحة بخط واضح، اسم البحث بيتكتب تحته، اسم المشرفين أو المشرف حسب الأقدمية، وده لو رسالة دكتوراه أو ماجستير، ولو بحث علمي بيتكتب الشخص الباحث أو الباحثين المشتركين، وفي الآخر خالص السنة التي تم إجراء البحث فيها. الضبط ده بقى بحجم الخط بشكله كده، المؤسسة أو الكلية أو الجامعة هي اللي بتحدده لك تحديد كامل. طيب، العنوان اللي احنا قلنا عليه اللي بيتكتب هنا في نص الصفحة ده، عنوان البحث هو المؤشر عن موضوع البحث. انت لما بتختار الموضوع بتصغ له عنوان يدل عليه.
وبالتالي عنوان البحث لازم يوضح الموضوع والمجال اللي هنطبق فيه البحث، كما أنه يعد مفتاح رغبة القارئ نحو الاطلاع على البحث حينما يوضع في المكتبة. يقول لك دايما الكتاب بيتعرف من عنوانه، فلما بتصيغ العنوان بشكل جيد بحثك بيكون بحث مقروء والناس ترجع له دايما. ممكن يكون البحث جيد لكن العنوان مصاغ بشكل سيء غير واضح، فمحدش يرجع له لان هو مش مبين للمتغيرات ولا الموضوع ولا اي شيء. فلا بد من صياغة العنوان بشكل جيد. ايه الشروط اللي المفروض تتوافر في عنوان البحث لما نيجي نصيغه؟ أول حاجة لازم يكون في ارتباط ما بين موضوع البحث والعنوان. يعني ما تحطش عنوان بقى كأنك بتكتب مقالة في جريدة فتقول مثلا هكتب عنوان مبهم عشان يكون مشوق. لا يا فندم، حضرتك العنوان لازم يكون انعكاس للموضوع. احنا قلنا أثر التدريب مدير المشاريع مثلا على أداء مشروعات البترول أو المشروعات الصناعية في قطاع البترول في المملكة العربية السعودية. يبقى هنا العنوان بيعكس البحث أو الموضوع اللي أنا بشتغل عليه. يبقى لازم نصيغ العنوان ويكون فيه إشارة واضحة لموضوع البحث. 2، العنوان لابد وأن يشتمل على المتغيرات الرئيسية للدراسة. لابد وأن يشتمل العنوان على المتغيرات الرئيسية للدراسة. يعني أنا بقول أثر التدريب على الأداء، ده متغير مستقل، التدريب متغير مستقل والأداء متغير تابع. فلازم الاثنين يكونوا واضحين في العنوان. وهنشوف دلوقتي بالمثال. 3، الوضوح وعدم استخدام ألفاظ غامضة أو عبارات تلميحية. أصيغ العنوان صح، أنا قلت لكم الكتاب بيبان من عنوانه. في العنوان يصاغ بشكل واضح وصريح، لا يكون فيه غموض ولا ألفاظ غريبة ولا عبارات غير واضحة ولا أي شيء. طبعا يفضل أن العنوان يكون مختصر، مختصر لكن لا يضر بالمعنى. بمعنى إيه؟ أن أنا عنواني ما ينفعش أن هو يكون عنوان طويل جدا أقعد أشرح فيه قصص وحكايات، وفي نفس الوقت ما ينفعش أنه يكون صغير بحيث أنه هو لا يعكس الغرض من البحث. يعني بيقولوا غالبا المفروض ما يزيدش عن 15 كلمة، ويفضل استخدام كلمات زي دور أو أثر أو تحليل أو تقييم أو العلاقة في بداية العنوان. زي ما قلنا دور التدريب في مثلا تحسين الأداء، دور أثر تدريب مديري المشاريع على الأداء، تحليل متغير على متغير أو تحليل دور كذا، تقييم دور التدريب في كذا. 5، الإشارة إلى أن البحث يتضمن جزءا ميدانيا أو تطبيقيا. لو البحث بتاعك بحث تطبيقي أو ميداني، دراسة ميدانية في قطاع معين أو في مجال معين، بتقول كده في العنوان دراسة ميدانية على كذا أو دراسة تطبيقية في كذا. يبقى بتصيغ العنوان بشكل واضح يشير لموضوع البحث، المتغيرات لازم تكون واضحة في العنوان، عدم وجود ألفاظ غامضة، مختصر لا يخل بالمعنى، الإشارة إلى أنه بحث ميداني. تعالوا نشوف الموضوع بيبقى عامل إزاي.
بالنسبة لجزئية المتغيرات، احنا دايما العنوان بتاعنا بيصاغ في شكل علاقة بين متغيرين أو ثلاثة. يعني ايه متغيرين أو ثلاثة؟ انت عايز تدرس ايه دلوقتي؟ عايز بتشوف مشكلة معينة، فانت عايز تعرف علاقة ما بين حاجتين. المتغير هو كل ما يقبل القياس الكمي أو الكيفي، وتتسم هذه القيم بأنها قابلة للتغير وليست ثابتة. يعني أنت عايز تشوف أثر حاجة من عندك، متغير من عندك، على الأرباح أو على المبيعات أو على معدل العائد على الاستثمار أو على الأداء زي ما قلت لحضراتكم من شوية، أو على القيادة أو فكل الحاجات دي بتبقى اسمها متغيرات. المتغيرات أنواع كتير جدا. أشهر الأنواع الثلاثة اللي قدام حضراتكم دول، اللي هما المتغير المستقل، المتغير التابع، والمتغير الوسيط. دي أشهر ثلاث أنواع. في طبعا أنواع تانية، في أنواع تانية. في عندي متغيرات غير المتغير المستقل والمتغير التابع. طبعا المستقل اللي هو الاندبندنت فاريبل، المتغير التابع اللي هو الديبندنت فاريبل. في عندي حاجة مثلا بيقولوا عليها الكونتينوس ديبندنت فاريبل، متغير تابع متدرج. في عندي الباينري ديبندنت فاريبل، متغير تابع ثنائي. في متغير تابع متعدد الفئات. في كنترول فاريبل بيقول عليه متغير تحكمي. في انواع كتير طبعا. وفي الميديتور او المتغير الايه الوسيط. طيب خلونا نتكلم عن الأشهر، هو المتغير التابع والمتغير المستقل والمتغير الوسيط. إيه هو المتغير التابع؟ المتغير التابع ده هو المتغير اللي أنت عايز أصلا تدرسه. أنا عايز أشوف مبيعاتي بتتأثر بإيه، عايز أشوف أرباحي هيحصل لها إيه لو طبقت أسلوب معين، عايز أشوف الأداء هيتحسن إزاي. فده بيبقى اسمه المتغير التابع، هو المتغير الأساسي الذي يرغب الباحث في دراسته، وهو الذي يتغير تبعا للمتغير المستقل وهو موضوع الدراسة أو البحث. نيجي مثلا للمثال، احنا عايزين نشوف إنتاجية العاملين عندنا بتتحسن إزاي أو إيه اللي بيأثر عليه، وبالتالي العنوان ده أثر التدريب على إنتاجية العاملين. فين هنا المتغير الأساسي؟ إحنا عايزين ندرس إنتاجية العاملين اللي تهمنا في المنظمة. إذن هو ده المتغير التابع. المتغير التابع ده بيتغير وفقا لإيه؟ وفقا للتدريب اللي هو المتغير المستقل. فده المتغير التابع الذي يتغير تبعا للمتغير المستقل. أما المتغير المستقل هو الذي يؤثر على المتغير التابع سواء بشكل إيجابي أو شكل سلبي، وهو الذي يفسر الظاهرة محل الدراسة. المتغير المستقل هو الذي يؤثر على التابع بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. أهو احنا بنقول إيه؟ أثر التدريب على إنتاجية العاملين. الدراسة بقى هتشوف التدريب بيعمل إيه لإنتاجية العاملين، بيزودها بيقللها، تأثير إيجابي تأثير سلبي. يبقى هنا التدريب هو متغير مستقل، الإنتاجية هي متغير إيه؟ تابع. المتغير الوسيط هو المتغير الذي يحدث تأثير في العلاقة بين متغير تابع ومستقل، بيتوسط علاقة معينة بين متغير تابع ومتغير مستقل. أهو بنقول إيه؟ أثر رضا العاملين كمتغير وسيط
في العلاقة بين التدريب وإنتاجية العاملين. أنت هنا عايز تعمل إيه؟ عايز تقول إن لما بيحدث تدريب بيكون في رضا عند العاملين، والرضا ده بيؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم، وبالتالي الرضا هنا هو متغير وسيط في هذه العلاقة. ممكن نصيغها في شكل تاني، ممكن نقول أثر التدريب على إنتاجية العاملين من خلال رضا العاملين أو من خلال رضاهم. يبقى أنا بقول إن التدريب بيؤدي إلى الرضا، والرضا بيؤدي إلى الإنتاجية. طيب، دي أنواع المتغيرات الرئيسية. لازم العنوان بتاعنا يكون واضح فيه المتغيرات زي ما قلنا. لما جينا نصيغ العنوان الأخير أهو، عندنا رضا العاملين متغير وسيط، عندنا التدريب هو المتغير المستقل، وإنتاجية العاملين هو المتغير الإيه؟ التابع. يبقى كلهم واضحين أهو في العنوان. طبعا العنوان ده لسه ناقص، ده أنا بس عشان إيه بنضرب بيه مثال على المتغيرات، لكن إحنا قلنا هنكمل بقى ونقول مثلا دراسة ميدانية في مجال كذا أو في قطاع كذا، بحيث إن إحنا نوضح إنها دراسة ميدانية، ونوضح كمان القطاع اللي هنطبق عليه. وفي هنا تمرين أهو، جربوه كده مع بعض عشان تشوفوا تقييمكم الشخصي، كل واحد كده يقيم ويشوف رأيه. إيه هي العناوين المتفقة مع المعايير اللي إحنا قلناها؟ طبعًا إحنا قلنا مع مجموعة من المعايير. شوفوا كده، اقروا العناوين دي وابقوا قولوا لنا رأيكم. طيب، بعد كده احنا اخترنا الموضوع وحددنا العنوان، نيجي بقى للمقدمة. المقدمة أول حاجة لما حضرتك تنتهي من بحثك، أول حاجة بتتقرأ هي المقدمة بعد العنوان على طول. المقدمة يا جماعة لازم تكون مختصرة وتعطي فكرة موجزة عن الموضوع كامل. البحث بتاعنا بيتكلم عن كذا ويراعي كذا، وهي المقدمة مختلفة عن الملخص. خدوا بالكم، في صفحة بتكون فيها ملخص الدراسة، دي بتبقى بعد العنوان أو بعد الغلاف، ودي الملخص ده لأغراض النشر العلمي، يعني بيكون موجود لما البحث أو الرسالة بتاعتك بيتنشر بيبقى فيها الملخص، عشان لو حد من الباحثين قاعد كده بيدور على متغير معين أو حاجة وعايز يشوف رسالتك أو بحثك ليها علاقة بهذا الموضوع، فبيبص على الملخص، والملخص ده بيبقى فيه الأهداف بتاعت بحثك كانت إيه، وأهم النتائج والتوصيات اللي أنت توصلت إليها. المقدمة بقى بتكون هي أول جزء في البحث أو في الدراسة الفعلية، بتعطي فكرة موجزة عن عناصر الموضوع الأساسية، وغالبا لا تزيد عن صفحتين أو 3 صفحات. هنشوف مثال عليها دلوقتي بعد ما نقول أهم أهداف المقدمة وإيه هي الشروط اللي يجب مراعاتها عند كتابة مقدمة الدراسة. المقدمة دي بتوضح مجال البحث أو موضوعه، وبتدي خلفية عامة عن الدراسة. الهدف من المقدمة إبراز المتغيرات الرئيسية في الدراسة من خلال وجود فقرة عن المتغير المستقل، وفقرة عن المتغير التابع، وفقرة لربط المتغيرين. وأنا دايماً لما بنصح أي حد من الباحثين اللي بشرف عليهم أو بشترك معاهم في أبحاث، إن إحنا المقدمة بتاعتنا تبقى عبارة عن فقرة أو فقرتين بالكتير عن كل متغير، وفقرة لربط المتغيرين ببعض، وأيضا فقرة توضح أهمية مجال التطبيق اللي إحنا بنشتغل عليه. يعني بتكلم أنا مثلا بطبق في مجال التعليم العالي، بطبق على مؤسسات التجارة بالتجزئة، بطبق على مجال قطاع البترول، فأنا
في المقدمة زي ما اتكلمت عن المتغيرات بحط كده فقرة أتكلم فيها عن مجال التطبيق بتاعي، ليه أنا بطبق في هذا القطاع وإيه أهميته وإيه مساهمته في الناتج القومي، ويعني هيضيف إيه التطبيق في هذا المجال. توضيح المستفيدين من البحث وتوضيح الصعوبات والعقبات التي واجهها الباحث عند قيامه بالبحث. ممكن أقول ده أو ما أقولوش في المقدمة، إن وجدت صعوبات وما كانش فيه، أو أنت فعلا بيواجهك صعوبات في البحث أو في التطبيق أو في جمع دراسات سابقة، ممكن تنوه إليها. يبقى صفحتين أو ثلاثة بيوضحوا مجال موضوع البحث، عبارة عن فقرة أو فقرتين عن كل متغير، وفقرة بتربط ما بينهم، وفقرة عن موضوع التطبيق أو مجال التطبيق. طيب تعال نشوف مثال في موضوع هنا قدام حضراتكم، هو عنوانه بيقول الذكاء الاستراتيجي كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة، دراسة ميدانية على شركات السياحة بقطاع الأعمال المصري. طيب تعالوا كده نحلل مع بعض العنوان كتطبيق أو كمثال على المعايير اللي قلناها في العنوان اللي فات. احنا دلوقتي بنقول إن لازم العنوان يشير إلى موضوع الدراسة، ولازم يبرز أهم المتغيرات الأساسية. طبعا عنوان أو موضوع الدراسة هنا هو الميزة التنافسية المستدامة، والمتغيرين الأساسيين هنا عندي المتغير المستقل هو الذكاء الاستراتيجي، لأن هو بيقول إيه؟ الذكاء الاستراتيجي كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة. يبقى الذكاء الاستراتيجي هو المتغير المستقل، والمتغير التابع هو الميزة التنافسية المستدامة. هل لو طبقنا أو نفذنا الذكاء الاستراتيجي أو اتبعنا الذكاء الاستراتيجي هيحقق لي ميزة تنافسية مستدامة ولا لا؟ خلاص؟ يبقى هنا العنوان بيشير للموضوع، واضح فيه المتغيرات. المجال بقى هنا أنا بقول إنها دراسة ميدانية، يعني هنزل وهعمل كوتشنير وهطبق فعليا وهعمل تحليل إحصائي، والقطاع هنا شركات السياحة لقطاع الأعمال المصري، يعني شركات السياحة التابعة للقطاع الأعمال اللي هو القطاع العام. طيب المقدمة بقى، ده مثال على المقدمة. المقدمة بتاعتنا احنا قلنا معايير، نتكلم في باراجراف أو اتنين عن كل متغير، ثم المجال بتاع التطبيق. في البداية هنا بنتكلم إن البيئة أصبحت بيئة معقدة وتنافسية شديدة التنافسية، وبالتالي بنحتاج إلى أساليب جديدة للإدارة، وهنا احنا بنشير إلى الذكاء الاستراتيجي وعملنا تقديم عنه. بعد كده اتكلمنا في باراجراف، في اتنين باراجراف صغيرين اهو، عن الذكاء الاستراتيجي. بعد كده اتكلمنا عن الميزة، عن الميزة التنافسية، وربطنا ما بين الميزة التنافسية والذكاء الاستراتيجي، وفي الأخير اتكلمنا عن شركات السياحة اللي هي القطاع أو المجال اللي احنا هنطبق عليه. فهو ده الشكل اللي احنا بنقول عليه المتعلق بالمقدمة وما يجب أن تحتويه تلك المقدمة. طيب خلصنا المقدمة، نيجي بقى للعنصر الهام جدا جدا جدا، ألا وهو مشكلة الدراسة، المشكلة البحثية. المشكلة قد تكون فعلا مشكلة واقعية بتواجه قطاع أو صناعة معينة، تحدي، عقبة نرغب في اكتشافها.
ممكن تكون فرصة وندرس كيفية اقتناصها، ممكن تكون فجوة معينة لم تناقشها الدراسات والأبحاث ونرغب في العمل عليها. لما داروين قال إن تحديد المشكلة أصعب من إيجاد الحلول لها، لأن أنت لو عرفت إيه مشكلتك بالظبط هتقدر إن أنت تحل المشكلة دي. يجي يقول لك مثلا، يعني احنا مثلا ايه مسؤولين عن إدارة أحد المؤسسات، ورجال البيع قالوا لنا احنا عندنا انخفاض في المبيعات. طبعا دي مش مشكلة، يعني انخفاض في المبيعات هي الظاهرة، ده الشيء الظاهر ليا، فلازم أدور ما هي المشكلة أو الخلل الذي تسبب في انخفاض المبيعات. لو قدرت أعرفه أكيد هقدر أحله، يعني مش قصة. يعني وصلت مثلا لان انا سبب انخفاض مبيعاتي ان في منافس دخل واسعاره اقل مني، خلاص اشوف بقى حل، هرخص اسعاري، هشوف قصه بقى هعملها اي حاجه. انما تحديد المشكله اهم شيء، لانه كون ان انت قدرت تحدد المشكله بشكل صحيح يبقى كل الخطوات اللي جايه هتمشي سليم. المشكله بنعرفها بان هي عدم توازن ما بين ما هو كائن وما يجب ان يكون. المشكلة هي البحث، هي الوضع الذي يريد الباحث دراسته وتحليله باستخدام الأسلوب العلمي والمنهجي. والمشكلة دايما في مجال الأبحاث بتاعتنا بتكون عبارة عن إجابة عن سؤال، زي مثلا ما العلاقة بين الرضا الوظيفي وضغوط العمل؟ ممكن يكون المشكلة بتاعتنا لحل غموض بحاجة إلى إيضاح، ما الذي يدعو العاملين إلى التذمر أو الغضب رغم ديمقراطية الإدارة. فأنا عايز أعرف، طب أنا بعمل لهم كل حاجة أهو، ليه هم عندهم مشاكل برضو معايا؟ وزي ما اتكلمنا عن اختيار موضوع البحث وصياغة العنوان، برضو بنتكلم على ان المشكلة لما نيجي نختارها بنراعي بعض الشروط. اولا، يحاول الباحث انه لما يبقى عايز يكتشف مشكلة او يغوص في اعماقها انها تكون في تخصصه او في مجال شغفه، بحيث ان هو يقدر يدرسها ويحللها بعمق. عشان كده لما يجوا في الأبحاث أو الدراسات الأكاديمية حاجة مثلا مش في مجال تخصصك، بنقول لك يبقى لازم تعمل دراسة استكشافية الأول، وهنشوف بعد شوية. يعني بنحاول إيه نستكشف عن المجال ده أو التخصص ده وما إلى ذلك. يبقى أن تكون في حدود تخصص الباحث عشان يقدر يدرسها ويحللها بعمق. حد دارس تسويق ومتخصص في التسويق، فدايما الأبحاث والدراسات بتاعته بتكون لحل مشكلات تسويقية، لأن هو هيبقى فاهم هو بيتكلم عن إيه. أن يكون الباحث ملما بمجال التطبيق، زي ما قلت لكم في الأول، حد رايح يطبق في على قطاع أو صناعة أو مجال معين ومش عارف يجيب بيانات عنه، يبقى هو أصلا فشل في اختيار الموضوع. أنت بتختار الموضوع عشان تتعامل مع مشكلة معينة تكون انت ملم بمجال تطبيقها وعارف انك هتقدر تجيب بيانات متعلقة بهذا المجال. توفر البيانات التي تمكن الباحث من فهم المشكلة. ان تكون المشكلة البحثية مختلفة عن المشكلات الواردة في الدراسات السابقة. وهنا في سؤال بيسألوا ناس كتير جدا، يقول لي طب انا دلوقتي اعرف ازاي ان انا موضوعي
اختار موضوع جديد وكده وما يقولوليش ان هو قتل بحثا. لازم قبل ما يعني وانت بتحدد الموضوع تقرأ كتير وتراجع دراسات سابقة كتير عشان تضمن ان موضوعك جديد. طب هو لازم يعني يكون موضوعي؟ طب افرض في موضوع اتكلم عن نفس المتغيرات بتاعتي، ممكن يكون هو قاس التأثير وانت بتقيس الدور، ممكن يكون هو قاس التأثير وانت بتقيس الأثر قبل وبعد، ممكن هو بيقيس المتغير من أبعاد مختلفة عن الأبعاد اللي انت بتقيسها. يعني مثلا ممكن يكون واحد المتغير المستقل بتاعه التسويق الإلكتروني، هو بينظر أو الأبعاد الخاصة بالتسويق الإلكتروني اللي هو بيدرسها مثلا أدوات التسويق الإلكتروني، بيشوف أدوات التسويق الإلكتروني وأثرها على المبيعات مثلا، فبيجيب الأدوات دي، التسويق من خلال الويب، التسويق من خلال السوشيال ميديا، التسويق من خلال مش عارف إيه. ممكن أنت تاخد التسويق الإلكتروني برضو وأثره على المبيعات، بس بدل ما تاخد التسويق الإلكتروني يكون أبعاده الأدوات، لا أنت عايز فوائد التسويق الإلكتروني أو خصائص التسويق الإلكتروني وهي اللي تستخدمها كأبعاد. دي حاجة برضو. الحاجة التانية ممكن تلاقي في الدراسات السابقة إنها تناولت نفس المتغيرين ولكن مجال التطبيق مختلف، مجال التطبيق اللي اشتغلوا عليه مختلف. انت طبقت في صناعة وهم طبقوا على صناعة تانية، انت اخترت عينة وهم اختاروا عينة، وبالتالي هنا لا بتلاقي فيه اتساع ويعني مجال انك تختار الموضوع والمشكلة براحتك. بس عشان ابقى متأكد لازم، عشان كده بنقول لازم نقرأ كتير ونراجع دراسات سابقة كتير. مصادر الحصول على المشكلة البحثية من خلال قراءتك ومراجعتك للدراسات السابقة تقدر تكتشف إن هم عالجوا نقاط معينة ولسه في نقاط لا زالت بحاجة إلى علاج. وطبيعة الدراسات والأبحاث السابقة إن هم بتلاقيهم في الآخر بيحطوا كده توصيات بأبحاث مستقبلية بيوصوا فيها بأن الباحثين المستقبليين المفروض يراجعوا نقاط معينة أو يعملوا فيها بحث لأنه لسه أو هو ما توصلش إلى حل ليها. ممكن يكون مصدر المشكلة البحثية الخبرة العلمية بتاعتي، أنا بشتغل عمليا في مجال والمشكلة أنا واجهتها وحاسس بيها فعليا. ممكن المشكلة أجيبها من خلال المجلات والدوريات العلمية أو من خلال البحث على الإنترنت. ممكن المشكلة ألاقيها أو ألاحظها في المجتمع المحيط بيا، المجتمع اللي حواليا. ممكن المشكلة البحثية يجيلي فكرتها من حضور المناقشات العلمية. ممكن المشكلة يجيلي فكرتها مش بمزاجي، ده أنا أكون مكلف أصلا من جهة ما يقولوا لي تعالى إحنا عندنا مشكلة معينة عايزينك تبحث لنا في هذه المشكلة. دي كلها مصادر للحصول على مشكلة بحثية أقدر إن أنا أشتغل عليها. كنت قلت لحضراتكم من شوية خدوا بالكم لما يجي رجال البيع يقولوا احنا عندنا انخفاض في المبيعات، فالانخفاض في المبيعات دي هي الظاهرة، العرض اللي ظاهر ليا، لكن ممكن المشكلة دي حاجة تانية. عشان كده في فرق بين المشكلة الحقيقية وبين أعراض أو ظواهر المشكلة. وهنا بنقول لابد ألا تنخدع، اوعى تقعد تعالج في الأعراض. واحد عنده درجة حرارته عالية وعنده يعني التهاب في الحلق وعنده رشح ومش عارف ايه، يقعد يعالج الاعراض. هو هنا لما بيعالج الاعراض الفيروس نفسه موجود،
اللي هو المشكلة الحقيقية موجودة ما عالجهاش. في قانون عندنا اسمه قانون الجبل الجليدي، زي الصورة اللي قدام حضراتكم دي، إن دايما الشيء اللي ظاهر ده هو العرض، ودايما بيدل على مشكلة أكبر منه بكتير جدا. الظاهر فوق السطح حاجة بسيطة، لازم أنت بقى تدور على الشيء الخفي الذي لا يظهر. تقوم فكرة الجبل الجليدي على أن المشكلة الأساسية هي غير الجزء الظاهر لنا، والذي يظهر لنا عادة العوارض الناتجة من هذه المشكلة، ويقوم الكثير عند محاولة حلول المشكلة بمعالجة هذه العوارض وإهمال السبب الحقيقي. فعلشان تشتغل البحث صح، لازم تدور على المشكلة الحقيقية وتحاول إن أنت تعالجها. لتحديد المشكلة بشكل جيد، في عندنا كده نموذج اسمه نموذج الـ7 أسئلة. نموذج الـ7 أسئلة ده بيقول لك حضرتك اطرح على نفسك 7 تساؤلات: ما هي المشكلة؟ لماذا هي موجودة؟ هي الأسباب المؤدية لهذه المشكلة؟ أين رصدت المشكلة؟ في أي مكان، في أي قسم، في أي إدارة، في أي قطاع، في أي مؤسسة؟ من هو المتأثر بالمشكلة؟ المشكلة دي بتأثر على مين؟ على العاملين، ولا على العملاء، ولا على إنتاجية الشركة، ولا على أداء المؤسسة، ولا إيه بالظبط؟ يبقى what, why, why, where, who، متى لاحظت المشكلة؟ when، المشكلة دي قديمة ولا جديدة ولا إيه بالظبط؟ كيف تم رصد المشكلة؟ how، إيه الشواهد أو الدلائل اللي بتثبت وجود المشكلة؟ how often، كم مرة رصدت المشكلة؟ مشكلة مستمرة، تظهر وتختفي، في أي وقت، في أي يوم، في أي أسبوع، وهكذا. لازم تحدد الحاجات دي كلها، العناصر دي لازم تجاوب عليها عشان تعرف تحدد مشكلتك بشكل جيد. وأيضا لما تيجي تصيغ المشكلة في البحث وتكتبها، تصيغها وفقا لتلك الأسئلة. يقصد بتحديد المشكلة، وهنا بنتكلم بقى عن وضعها في البحث، يقصد بتحديد المشكلة صياغتها في عبارات واضحة ومفهومة ومحددة تعبر عن مضمون المشكلة ومجالها، وتفصلها عن سائر المجالات الأخرى. لما تصيغ المشكلة، صيغها بشكل واضح وبعبارات برضو واضحة ومحددة ودقيقة. وطبعا ده لأنه تحديد المشكلة مهم، زي ما قلنا هيخلينا نقدر نعالجها بشكل سليم. لما نحدد المشكلة بشكل صحيح، هنقدر إن احنا نوجه جهدنا واهتمامنا على تلك المشكلة، وهنقدر نجمع البيانات الصحيحة. لأن انت لو صيغت المشكلة بشكل غلط، هتقعد تجمع بيانات عن عنصر خاطئ غير اللي انت بتدرسه أصلا. 2، تحديد المشكلة بيوجه الباحث وبيرشده لمصادر المعلومات اللي المفروض هو يروح لها. لما يعرف المشكلة متعلقة بمين، وإمتى رصدت، ومين هما الأطراف ذوي العلاقة في الأسئلة اللي فاتت، فبيحدد يبقى أنا هعمل دراسة ميدانية، هستقصي مثلا المستهلكين، هستقصي المديرين، هسأل مش عارف مين. يعني بيبقى عارف بالظبط إيه المعلومات اللي عايز أحصل عليها، وهيجيب المعلومات دي منين بالظبط. طيب، لما نيجي نصيغ المشكلة البحثية، يا إما بنصيغها
في شكل عبارات لفظية تقريرية، يعني بنقول إنه حدث انخفاض لدينا في كذا، هناك قصور في أداء العاملين، هناك قلة في المورد الفلاني، هناك ضعف في التوجه لدى الموظفين نحو الأداء، هناك سوء في معاملة الإدارة كذا. فبتبقى عبارة تقريرية بنشرح فيها وضع حالي أو فعلي، أو إن إحنا بنصيغ المشكلة في شكل سؤال. وعادة إحنا في الأبحاث بنحط الاتنين، بنبتدي مقدمة المشكلة في شكل عبارات لفظية تقريرية، وبعد كده بنقول ومما سبق يتم صياغة المشكلة في السؤال التالي. فالعبارات اللفظية التقريرية إن هناك قصور في نظم مراقبة الجودة، هناك ضعف اهتمام المسؤولين باختيار الطريقة المناسبة لتدريب العاملين، ونتيجة لذلك يكون التساؤل الرئيسي لتلك الدراسة هو، نروح بقى للقسم الثاني، ما أثر التدريب على أداء العمال بشركة كذا؟ خلاص؟ فإحنا بنبتديها بعبارات تقريرية، هنشوف مثال دلوقتي وبعد كده بنضع تساؤل للدراسة. زي ما شوفنا كده في المثال اللي قدامنا، احنا دلوقتي اتكلمنا عن المقدمة، وبنيجي بعد المقدمة نتكلم عن المشكلة، والمشكلة بتنقسم لجزئين. الجزء الأول بنتكلم فيه عن خلفية المشكلة البحثية، يعني بندي فيه نبذة مختصرة عن المشكلة وليه احنا بندرسها، بنقدم بعض المؤشرات أو الدلائل على وجود المشكلة. ودايما هنا أنا بنصح إنه المؤشرات أو الدلائل دي تكون مؤشرات بيانات ثانوية، يعني أرقام، تقارير، إحصائيات موجودة ومنشورة في أماكن موثوق منها. ومن أهم عناصر الخلفية عن المشكلة البحثية هي البايلوت ستادي أو الدراسة الاستطلاعية، أو زي ما بيقولوا عليها دراسة استكشافية. الدراسة الاستكشافية دي بنعملها لزيادة التأكد من الموضوع ومن المشكلة وجمع معلومات أكتر عنها، وخصوصا لو كان الباحث المجال مش مجاله أو مش تخصصه، أو ليس لديه معلومات كافية عن القطاع الذي يقوم بالتطبيق فيه، فبيقوم بعمل دراسة استطلاعية لعينة من المجتمع اللي هيشتغل عليه، وتبقى عينة بنقول عليها عينة ميسرة، يعني عن طريق استبيان بيعده في مقابلات شخصية غير مهيكلة، يعني الأسئلة فيها بتكون أسئلة مفتوحة غالباً، بيسأل فيها عن المعلومات اللي لا زالت مبهمة لديه أو لم يجدها في الدراسات السابقة. بعد الخلفية بيبدأ الجزء الثاني من تحديد وصياغة المشكلة في ملخص، زي ما قلنا عبارات تقريرية أو أسئلة بحثية. طيب تعالوا ناخد مثال على صياغة المشكلة البحثية، نفس العنوان اللي كنا بنتكلم عنه، الذكاء الاستراتيجي كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة. احنا دلوقتي عايزين نصيغ المشكلة البحثية. المشكلة البحثية اتكلمنا عن مكونات الصياغة، بنتكلم الأول في خلفية عن المشكلة، بنقدم فيها نبذة، وبنقدم فيها قدر المستطاع المؤشرات أو الدلائل، واللي بيفضل إنها تكون عبارة عن تقارير، دراسة استطلاعية قمنا بيها ونعرض النتائج بتاعتها. هنا بالفعل قلنا إنه الباحث قام بإجراء الدراسة الاستطلاعية لزيادة المعرفة بموضوع البحث وصياغة المشكلة بشكل علمي سليم،
وقلنا إن الدراسة الاستطلاعية تمت من خلال المرحلة الأولى فيها الدراسة الاستطلاعية الثانوية اللي هو رجع فيها الباحث إلى الدراسات وإلى التقارير والإحصائيات المتعلقة بالمجال التطبيق. وهنا بما إن الدراسة بتناقش مشكلة متعلقة بقطاع السياحة، فتم الرجوع إلى وزارة السياحة ومركز معلومات قطاع الأعمال وما إلى ذلك، يعني تحاول تروح لمصادر موثوق منها عشان تقدر تحصل على البيانات اللي أنت عايزها. وزي ما أنتم شايفين في الجدول هنا، استعرض الباحث مثلا المركز التنافسي على مستوى قطاع السياحة عربيا ودوليا لكي يثبت أن المركز مثلا متأخر بعض الـ الـ أو يعني متأخر بست مراحل، هو في المركز السابع، وبالتالي هو مشكلته انه عايز يشوف ايه سبب التأخر ده، وهل لو تم تطبيق او تنفيذ ما تم عرضه في المتغير المستقل هيحصل ميزة تنافسية وهيتحقق التقدم ولا لا. بعد كده طبعا بيناقش الترتيب اللي موجود في هذا الجدول الرسمي المعتمد اللي مكتوب المرجع بتاعه. بيجي في المرحلة الثانية الدراسة الاستطلاعية الميدانية، وزي ما ذكرت لحضراتكم في هذه الدراسة بيتم استقصاء أو استطلاع عينة بسيطة من مفردات مجتمع الدراسة، وبيتم إجراء بعض المقابلات معهم وطرح بعض الأسئلة عليهم. طبعا القائمة دي مختصرة، لكن هي في الدراسة الفعلية بتبقى أكبر من كده، لكن أنا هنا حطيت جزء منها عشان جودة العرض فقط يعني. وبعد ذلك من خلال مراجعة البيانات الثانوية في الأول اللي أثبتنا فيها إنه في مشكلة، ومن خلال أيضا الدراسة الاستطلاعية اللي بتثبت برضو أن هناك مشكلة قد تتعلق بعدم توفر الإدراك الكافي لأبعاد الدراسة لدى الموظفين اللي بيشتغلوا في هذا المجال، عدم اهتمام الشركات محل الدراسة بتطوير الرؤية المستقبلية والأبعاد المتعلقة بالمتغيرات اللي احنا بندرسها. فهنا النتائج دي بتشير بإلحاح إلى أن هناك مشكلة، وبتثبت أنت من خلالها أن فعلا في مشكلة حقيقية تحتاج إلى حل وتحتاج إلى دراسة. وبالتالي وبعد ذلك بقى ننتقل إلى إيه؟ احنا قلنا بنضع أو بنصيغ في النهاية التساؤل الذي يلخص مشكلة الدراسة. يتضح من نتائج الدراسات السابقة ومن الدراسة الاستطلاعية والبيانات الثانوية أن هناك قصور بناء على الظواهر التي تم الإشارة إليها. بص بقى، وعليه يمكن صياغة المشكلة في التساؤلات التالية: ما هي الممارسات المرتبطة بأبعاد الذكاء الاستراتيجي؟ ما هي الممارسات المرتبطة بأبعاد الميزة التنافسية المطلوب تطبيقها؟ ما إلى أي مدى توجد علاقة ارتباط بين تطبيق أبعاد الذكاء الاستراتيجي وتعزيز أبعاد الميزة التنافسية المستدامة؟ والتساؤل ده تحديدا اللي بيعبر عن عنوان الدراسة اللي احنا بندرسها. وبالشكل ده يبقى احنا صغنا المشكلة، اخترنا مشكلة بشكل صحيح وصغناها بشكل دقيق. ننتقل بعد ذلك إلى العنصر التالي، وهو مراجعة الدراسات أو الأدبيات أو الأبحاث السابقة. الدراسات السابقة ومراجعة الدراسات السابقة هو عنصر مهم جدا، لأن زي ما حضراتكم شفتوا كده إحنا أساسا من خلال مراجعتنا للدراسات السابقة بنضع يدينا على الفجوة البحثية وبنفهم المشكلة بتاعتنا وبنجمع بيانات عنها. تمثل الدراسات السابقة مسح شامل ومراجعة لما كتب من بحوث ودراسات علمية ذات علاقة مباشرة بموضوع الدراسة. إيه الهدف من مراجعة الدراسات السابقة؟ معرفة هل تم البحث في الموضوع محل الدراسة أو بعض من جوانبه من قبل أم لا؟ وزي ما قلنا لو وجدنا انه تم البحث من قبل في مخارج كتير، زي ما ناقشتها مع حضراتكم بنناقش ابعاد مختلفه، بنغير متغير من المتغيرات، بنغير الابعاد اللي هندرسها في كل متغير عن ما تم دراسته،
بنشوف مجال التطبيق بيكون مختلف عن مجالات التطبيق التانية، ممكن مجال التطبيق يكون واحد بس في دولة أخرى أو في سوق آخر، فالموضوع ده ليه حلول كتير. معرفة نقاط القوة والضعف فيما بحث أو درس من موضوع الدراسة، معرفة أوجه التشابه والاختلاف بين ما تم دراسته وبين الدراسة الحالية، المساعدة في صياغة فروض الدراسة وتحديد متغيرات الدراسة الأساسية، معرفة الإضافة العلمية التي ستضيفها الدراسة الحالية للدراسات السابقة. يبقى الدراسات السابقة مراجعتها مهمة جدا جدا لمعرفة جدوى هذه الدراسة أساسا من عدمها، وبذلك يتأكد الباحث أنه لن يكرر ما درسه غيره، وإنما سيبدأ من حيث انتهى الآخرون. طبعا أهم مصادر الدراسات السابقة زي ما واضح قدام حضراتكم مرتب من حيث أهميتها: البحوث العلمية المحكمة في المجلات العالمية، طبعا دي أهم الدراسات السابقة على الإطلاق لأنها بحوث علمية رصينة محكمة واضحة. البحوث العلمية المحكمة في المجلات الإقليمية والمحلية، بحوث المؤتمرات والندوات والتقارير العلمية المحكمة، رسائل الدكتوراه والماجستير، وطبعا دي أهم المصادر اللي بنقدر إن احنا نجيب منها الدراسات السابقة ونشوف ما تم فيها لاستخلاص أهم ما نحتاجه من تلك الدراسات. عادة لما نيجي نتكلم عن صياغة الدراسات السابقة، في طبعا أكتر من منهج وأكتر من مدرسة في ذلك الموضوع، لكن المتبع إنه بيتم تقسيم الدراسات السابقة حسب المتغيرات. يعني مثلا بيتم الأول جمع الدراسات السابقة التي تناولت المتغير المستقل، وبيتم كتابتها كالتالي: دراسة فلان، بنكتب سنة الدراسة مرتبة من الأقدم، من الأحدث للأقدم، ثم نناقش الدراسة نفسها، تناولت الدراسة موضوع، ونكتب الموضوع وأهداف الدراسة وأهم ما توصلت إليه. 2، دراسة فلان برضو سنة الدراسة، تناولت الدراسة موضوع كذا وهدفت إلى كذا. في أسلوب تاني لعرض الدراسات السابقة، بنقول الدراسات التي تناولت المتغير المستقل، ويتم عرض الدراسات السابقة في شكل نقاش. يعني ذكرت دراسة فلان أنه كذا، ثم نقول واتفق معه فلان واختلف معهم فلان وأضاف فلان، وبالتالي بيكون في شكل عرض نقاشي للدراسات السابقة. المهم أن نقسم الدراسات السابقة حسب المتغيرات، ولو هناك دراسات ربطت بين المتغيرين بالفعل يبقى التقسيم الثالث: ألف، الدراسات المتعلقة بالمتغير المستقل، ب، الدراسات المتعلقة بالمتغير التابع، ج، الدراسات التي ربطت بين المتغير المستقل والتابع، وفي الأخير لابد من التعليق العام على الدراسات السابقة. طبعا هنا بنكتب أهم ما نستخلصه من الدراسات السابقة، أهم ما اتفقت عليه وتوصلت إليه وأهم نتائجها. بعد الانتهاء من عرض الدراسات السابقة تأتي فترة أو فقرة فروض الدراسة. فروض الدراسة من أهم عناصر البحث، لأن الفروض هي عبارة عن العلاقة بين المتغيرين، العلاقة التي تفترضها أو تخمنها أنت بين المتغيرين، وهي علاقة احتمالية لم تتأكد بعد، ويسعى الباحث لإثبات صحة أو عدم صحة هذه العلاقة بالتحليل العلمي والموضوعي. يعني أنت عندك مشكلة، فالمشكلة دي أنت بتفترض لها عدة عناصر، وهذه الفروض ما هي إلا تخمينات.
ومن خلال البحث ونتائجه وتحليل تلك النتائج، إما أن نثبت الفرض الذي وضعناه أنه فرض صحيح، أو ننفيه أنه فرض غير صحيح. طبعا الفروض إذا هي علاقة بين متغيرين، يمكن أن نثبت هذه العلاقة إما ميدانيا أو تجريبيا. الفرض هو تخمين يتبناه الباحث في بداية دراسته لإعطاء تفسير مؤقت للمشكلة. وليه بنقول مؤقت؟ لأن احنا قلنا قد يتم إثبات هذا الفرض أو قد يتم نفيه. خصائص الفروض: لما نيجي نصيغ الفروض بتاعتنا لابد وأن يكون الفرض واضحا ومختصرا، يناسب هدف البحث ويعطي إجابة واضحة للمشكلة، بسيط وغير مركب، بمعنى أن يتناول الفرض علاقة بين متغيرين أحدهما مستقل والآخر تابع. طبعا قلنا أن ممكن يكون في متغير وسيط أو أي نوع من المتغيرات الأخرى. من مهم جدا من خصائص الفروض ألا يكون الفرض بديهيا، لا مجال للشك فيه. يعني في حاجات ما ينفعش مثلا نقول إيه، الأرض كروية، الحديد يتمدد بالحرارة، طب دي خلاص معروفة وتم إثباتها. برضو من خصائص الفروض أن نضع فرضا يمكن تحقيقه، يعني أن تكون العلاقة بين الظاهرتين ممكنة الحدوث، لا ندع مجالا للخيال العلمي في الفروض، الخيال العلمي الغريب اللي هو لا يمكن تحقيقه إطلاقا. يعني مثلا ما ينفعش انك تقول وأد الأطفال هو حل مشكلة الانفجار السكاني. ماشي، هو ده فرض، بس هل يمكن تحقيقه؟ يعني انت عشان تقلل عدد السكان تقتل الأطفال؟ يجب أن يكون للفرض صفة الاحتمال بحيث يمكن إثبات صحته أو عدم صحته. هنشوف أمثلة حالا دلوقتي. يعتمد الباحث على عدة فروض تمثل جميع الجوانب التي يمكن أن تساهم في حل المشكلة. أنواع الفروض المعروفة نوعان: الفرض الصفري اللي بنسميه فرض العدم، والفرض المباشر اللي بنسميه الفرض البديل. أحيانا بيسموا الفرض الصفري ده الفرض السلبي، والفرض المباشر أو البديل هو الفرض الإيجابي. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ الفرض الصفري أو العدمي بيقصد به الفرض الذي ينفي وجود أي علاقات ذات دلالة إحصائية بين متغيرات الفرض. يعني حضرتك بتصيغ الفرض بأن أنت بتقول لا توجد علاقة بين الذكاء الاستراتيجي مثلا والميزة التنافسية. أنت صغت الفرض بصيغة النفي. يبقى الفرض الصفري أو العدمي ينفي وجود علاقة، وهذا يعني أن علاقة الارتباط بين المتغيرين تساوي صفر، وإذا حدث وكانت هناك علاقة فإنها ستكون بسيطة وترجع للصدفة. طيب، بيصيغ الباحث الفرض بطريقة النفي إمتى؟ لأن بنشوف أخطاء كتير هنا في الموضوع ده. يعني أنا بلاقي باحثين منهجهم في البحث إن هم لما ييجوا يصيغوا الفروض على طول يصيغوها بصيغة النفي. طب ليه؟ مين قال كده؟ مين قال إن هو ده الصح؟ أنت بتصيغ الفرض بطريقة النفي في حالة وجود معلومات بتؤهلك لهذا الحكم. يعني مثلا لما تراجع الدراسات السابقة لقيت إن الدراسات السابقة كلها نتائجها بتقول إن ليس هناك علاقة، خلاص ماشي، يبقى في ما يؤهل للاعتراف بإن مفيش علاقة، بس أنت عايز تدرس عشان تتأكد، جايز في مجتمعك أو جايز في البحث اللي أنت تقوم بيه تثبت إن في علاقة. يبقى أنا بصيغ بالنفي لما ألاقي فيه شواهد بتدل على عدم وجود علاقة. مثال: لو افترضنا إن العلاقة بين الدواء والشفاء من الأمراض يمكن التعبير عنها بالفرض الصفري التالي، هنصيغها بصيغة الإيه؟ النفي. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الدواء والشفاء من المرض. لا توجد علاقة، هي دي صياغة الفرض الصفري أو فرض العدم. لا توجد علاقة بين ذات دلالة إحصائية بين الدواء والشفاء من المرض. ده مثال على الفرض الإيه؟ الصفري أو فرض العدم.
طيب الفرض البديل عكسه بقى، الفرض البديل صيغته دايما بتكون صيغة إيجابية. الفرض المباشر أو البديل أو زي ما قلنا ممكن نسميه الإيجابي، يقصد به الفرض الذي يبين ويثبت وجود علاقات ذات دلالة إحصائية بين متغيرات الفرض. هو بيثبت إن في علاقة، وهذا يعني أن هناك علاقة ارتباط بين المتغيرين. الباحث بيصيغ الفرض بطريقة الإثبات في حالة إنه من خلال خبراته واطلاعه وتفاعله مع مجتمع البحث ومراجعته للدراسات السابقة بيكون أكثر ميلا للتفكير بوجود علاقة بين المتغيرين. يعني أنت خبرتك ومتابعتك وقراءتك ومراجعتك للدراسات بتقول إن في الغالب في علاقة بين المتغيرين. يبقى لو أنت عارف كده تصيغ الفروض صياغة إيجابية بصيغة الفرض البديل. إزاي؟ زي كده، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين برامج التدريب وأداء العاملين. بنلاقي زي ما قلت لكم إن في ناس كتير بتغلط، في باحثين بيمشوا على طول الخط، كل منهجهم أو أبحاثهم إن هم بيصيغوا الفروض بطريقة سلبية أو العكس بطريقة الفرض الصفري، أو يمشي على طول إن هو يصيغ الفروض بطريقة الفرض البديل، ولكن ده غلط، لازم يوجد ما يدل على ذلك. بنشتق الفروض من خلال المتغيرات الرئيسية للدراسة والظاهرة في العنوان. إزاي؟ بنقسم المتغيرات الرئيسية إلى مجموعة من المتغيرات الفرعية، وبنحاول إثبات صحة أو رفض العلاقات بين هذه المتغيرات. على سبيل المثال، في عنوان تاني قدامنا بيقول أثر تطبيق المعايير الأكاديمية على تحسين جودة المناهج بمؤسسات التعليم العالي. أنا جبت لكم مجال مختلف عن مجالنا عشان إيه؟ تبقوا يعني ما يبقاش الموضوع بديهي بالنسبة لكم، تتضح لكم العلاقة بين المتغيرات بشكل أكتر. أهو أثر تطبيق كذا على كذا، يبقى على طول الأولاني ده هو المتغير المستقل والتاني هو المتغير الإيه؟ التابع. طب إحنا بنصيغ الفروض إزاي؟ بنصيغ الفروض من خلال تحويل المتغير، ممكن نحول المتغيرين الاثنين دول إلى الأبعاد الرئيسية بتاعتهم، أو نحول أحد المتغيرين إلى الأبعاد لو كان المتغير الثاني ليس له أبعاد أو هو واضح يمكن قياسه بهذا الشكل. فنيجي مثلا للمتغير المستقل هنا، المعايير الأكاديمية. إيه المعايير الأكاديمية المرجعية؟ المعايير الأكاديمية دي في الأصل بتتكون من أهداف المقرر، نواتج التعلم، أنشطة التعليم والتعلم. يبقى دي مكونات المتغير، بنقول عليها إيه؟ أبعاد. وبالتالي إحنا بنقيس كل بعد من دول وأثره على جودة المناهج. يبقى لما نيجي نصيغ الفروض نعمل فرض لكل بعد منهم. إزاي؟ بالشكل ده. أهو إحنا الوقت عندنا البعد الأولاني أهداف المقرر، البعد الثاني نواتج التعلم، البعد الثالث أنشطة التعلم. في البداية بنقول الفرض الرئيسي، الفرض الرئيسي هو اللي قدامنا فوق شبه العنوان بالظبط. الفرض الرئيسي بنقول توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق المعايير الأكاديمية المرجعية وجودة المناهج الدراسية. ده الفرض الرئيسي. وبعدين الفروض بقى الفرعية اللي بتطلع منه اللي احنا بنقيسها بتتناول كل بعد من تلك الأبعاد. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أهداف المقرر وجودة المناهج، بين نواتج التعلم وجودة المناهج، بين أنشطة التعليم والتعلم وجودة المناهج. هذه الطريقة المتبعة في صياغة الفروض. لو كانت الأبعاد هنا 5 أو 6 يبقى الفروض الفرعية هتبقى 5 أو 6. ولو كانت لو كان المتغير التابع له أبعاد أيضا، فيتم قياس كل بعد من دول على كل بعد من أبعاد المتغير التابع. كلما زادت الأبعاد كلما زادت الفروض. علشان كده برضو إحنا بنميل إلى أننا لما يكون عندنا متغيرات بنحاول ناخد الأبعاد اللي تم الاتفاق عليها، أو أشهر الأبعاد أو أكثر الأبعاد اللي أنت شايفها مؤثرة
علشان ما نكترش قوي في الابعاد اللي هنشتغل بيها فينتج عنها فروض كتير جدا تؤدي الى ان الدراسة الميدانية والتحليل الاحصائي وما الى ذلك يكون ضخم جدا. وده بيؤدي برضو بيواجه بعض الباحثين صعوبة نتيجة لان الفروض عندهم ممكن يلاقي واحد عنده مثلا 18 فرد و20 فرد، فالموضوع بيبقى اصعب. فعلشان كده بنقول ايه، لما نيجي نختار الابعاد اللي بتشكل احد المتغيرات نختار اكثر الابعاد تأثيرا، اكثر الابعاد شهرة، الابعاد اللي الناس كلها اتفقت على تأثيرها وقياسها وما الى ذلك. كده احنا اتناقشنا في اهم العناصر الرئيسية المشكلة للدراسة والبحث العلمي. باقي العناصر المتعلقة بأهمية صياغة أهمية البحث وأهداف البحث وما إلى ذلك. يعني هي أمور مهمة جدا برضو في مكونات البحث، ويمكن لحضراتكم الاطلاع عليها في مراجع مقررات مناهج البحث العلمي المنتشرة والموجودة والمتاح منها open source طبعا أونلاين. أتمنى أن أكون أضفت شيء لحضراتكم وتكونوا فهمتوا المحاضرة بشكل واضح، وأشوف حضراتكم على خير في المحاضرة النقاشية. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أؤكد على أن هذه المحاضرة هي محاضرة من ضمن محاضرات المقرر، وبيتم أيضا تطبيق القاعدة الأساسية لنا أن هذه المحاضرة لها كويز أو اختبار أسبوعي مثل باقي المحاضرات. شكرا جزيلا.